أو ينظمها النادي الثقافي الطاهر الحداد بالتعاون مع جمعية تونسية لفنون الخط. التظاهر انطلقت يوم 14 ماي البارح الانطلاق ومازالت متواصلة إلى حدود يوم 18 ماي. خلينا ناخذ التفاصيل الكل مع السيدة سهام بالتومي مديرة النادي الثقافي الطاهر الحداد. أهلا وسهلا ومرحبا بيك على موجات الإذاعة الوطنية. أهلا وسهلا بك عبير، مساء الخير وتحية لك وتحية لكافة المستمعين إلى الوطنية. شكرا لك. حبينا معك أنت في إطار شهر التراث التظاهرة هذه نزيدوا نتعرفوا أكثر شنو ثم في البرنامج، وباش اللي يسمع فينا ينجم يلتحق بالورشات الموجودة على ذمتهم. الإطار اللي وقع تنظيم التظاهرة هذه، تظاهرة دار القلم، هي تظاهرة تعنى بالفن الخط العربي وتندرج ضمن تظاهرة كبرى بعنوان الإرث والموروث، ينظمها النادي الثقافي طاهر الحداد سنويا بمناسبة شهر التراث. تظاهرة الإرث والموروث هذه انطلقت يوم 10 ماي وكانت مع الدكتور حسين فانتر اللي قدم لنا مداخلة حول التراث ماذا ولماذا وكيف نتعامل معه. كذلك كان يوم 11 ماي عندنا مداخلة مع الأستاذ سلاح السيفي من إدارة الحوكمة بالمعهد الوطني للتراث واللي قدم لنا التراث في التشريع التونسي بين الموجود والمنشود. بالنسبة لتظاهرة ظل القلم، هي تظاهرة تعنى بفن الخط العربي، نظمها النادي الثقافي الطاهر الحداد بمناسبة كما قلت أنت الدورة 33 لشهر التراث بالشراكة مع الجمعية التونسية لفنون الخط، وانطلقت يوم 14 ماي كان للافتتاح بمعرض السلسلة من الخطاطين التونسيين. كذلك كان عندنا عرض لفيلم لسان القلم لمروان المجد وكان عندنا ورشة في الخط المغربي مع الخطاط ياسر الجرادي. اليوم تواصل المعرض، على فكرة كون المعرض يتواصل من يوم 14 إلى يوم 18 ماي. اليوم مع الساعة، وهي الورشات يوميا تنطلق بالساعة الثانية بعد الزوال. الورشة اليوم كانت مع مختار عليه، هي ورشة صناعة وتهذيب القلم. احنا الفكرة لهنا الى جانب الورشات اللي في الخط العربي حبينا ناخذه، معناها نقولوا احنا نلموا شوية هو عالم كله، عالم من صناعة القلم، تقهير الورق، صناعة الحبر. حبينا الى جانب الورشات اللي هي في الكتابة عملنا ورشات اللي هي في صناعة القلم وتقهير الورق وصناعة الحبر. هذه بالنسبة للورشة. عندنا ورشة جدا في الخط التونسي تأسسها الأستاذة والخطاطة سهلة لقماتي، كذلك عندنا ورشة أخرى في الخط النص تعليق يأسسها البشير العسكري. واصل، تفضل. هذه العشرة متاع الصباح نهار الجمعة، نهار الجمعة العشرة متاع الصباح والسبت العشرة متاع الصباح بالنسبة للكتابة. بالنسبة للورشات صناعة الورق وتقهير الورق وتهذيب القلم ينطلقوا في الساعة الثانية بعد الزوال يوميا. ساعتين ولا ساعتين ونص في البرنامج؟ ساعتين ونص. هو احنا نكون ساعتين ونص قبل الساعتين، خاطر هو راهو هو صرت لنا في الحكاية واحنا هبطنا ساعتين ونص. لكن نقول انا اللي فاجئني الجمهور والمشاركين اللي في الورشات، معناها هذا هو انا مش نسألك، فما اقبال في النهارين معناها البارح، فما اقبال؟ فما اقبال كبير برشا، ونعتذر من برشا مشاركين اللي حبوا يشاركوا واعتذرنا نظرا للضيق. معناها اول حاجه كونه خطاط واحد ما ينجمش معناها باش يفيد المجموعه بالحجم هذاك وبالكبرى هذاك، معناها اللي ما تحتلوش الفرصه، معناها خذينا الاسماء نتاعهم على اساس حتى ولو انه بعد التظاهره متوفى نجموا نستدعي يوم مره اخرى ونعاودوا لهم الورشات. حتى نجموا تعملوا الورشات هذو معناها على طويل ولا يكون نادي في نادي الثقافي الطاهر الحداد؟ لانه يعني انا قاعده نشوف تصاور فما اقبال ويظهر لي فئات عموريه مختلفه، معناها فما شباب وفما زاد اللي ممكن معناها اكبر شويه. اي فما الفئات العمريه وفما حتى المستوى التعلم، فما اللي مبتدئ مع
معناها اللي عم يقولوا احنا فما شكون يقرا في المركز الوطني للخط العربي، فما شكون متخرج من المركز الوطني وجاء، وفما شكون اللي ما عنده حتى فكره على الخط وجاء، معناها المستويات كلها موجوده. يبقى ديما الخط والخطوط العربيه وخصوصيه كل خط سحر كبير ومعرفه كذلك، ومهم جدا، وانه هذاك التراث العربي. بالنسبه للمشاركه في الورشات للي يسمع فينا، النجم يلتحق ولا صار من قبل معناه كل نهار وفما عدد معين لازم يكون معناه تسكر التسجيل؟ لا يلتحق، معناه مفتوحه للجميع. أما يجيو بكري. يجيو بكري. يعطيك الصحة، شكرا لك، احنا معاك حبينا نحكيو على ظل القلم الحقيقة، لأنها تظهر كما قلنا في إطار شهر التراث، مهم جدا أنه أن نقدموها أكثر للمستمعين حتى هكا ينجموا يمشيو، وخاصة وأنه نهار السبت معناه فما فرصة أنه نهار السبت ينجم الوالدين يهزوا صغيراتهم ويمشيو مع بعضهم، هكيك تصيرك الفرصة وأنهم يكتشفوا العالم، لأنه عالم في الحقيقة الخط العربي، وبرشة برشة متعة وبرشة معرفة وبرشة تفاصيل وخصوصية من نجموا يعرفوها كان كي يقربوا ويشوفوا من اللي بيش يعلمهم الخط هذي. شكرا لك، يعطيك الصحة سهام بالتومي، شكرا لك.